عملية الترحيل بالعاصمة تتواصل، والدور هذه المرة على سكان الأقبية وأسطح العمارات الآيلة للانهيار بالجزائر وسط، والمرحلين إلى مواقع سكنية جديدة بإقليم بلدية خريصية. أنا كما أقول لك مشكل تاع كارثي تاع الزنزلة، كانت الباتيمون معولة تحبط والحمد لله رب العالمين. والله غير كنا عايشين نقول لك معيشة ما نقول ما نقدرش نحكي لك، الطومبات، الفيران، القطران، التراب، واليوم الحمد لله. العملية وكبتها احتجاجات المقصيين ببلدية حسين داي، والذين بقيت وجهتهم مجهولة في ظل إرغامهم على إخلاء المساكن، وكذا مستائين من بلدية خريصية بسبب عدم الاستفادة من سكن. كل يوم يقول لك اليوم غدوة 2007 ما كانش، 2009 ما كانش، الرحلة داروا رحلة ما كانش، 2011 تاني وتاع 2014 تاني ما كانش. علاش كان نكون عندي نقعد هنا ما نقعدش هنايا، هاني في البيت، هادي بيت، والدار هذيك اللي هي كانت البيت اللي هي كانت تاني ما فيها والو، ني سانيتير ني هذيك الجهه ني وين يطيبوا ني والو، حنا نطيبوا كاع حنا. نشكروا البلديه تاع حسين داي بمناسبه ذكرى 60 نتاع اندلاع الثوره، فاجئونا بهذا القرار، جاوا عندنا اليوم على الساعه الوحدة، علقونا ورقه قالوا لازم تخرجوا من السكن، وحنا في العماره كاين 6 سكان، قالوا لنا كاين 4 اللي يخرجوا في القائمه واثنين واحد اخرين مصير مجهول. واش داروا؟ جاوا قفزوا جماعه ليه ليه، جاوا نحاولنا الماء وما نعرفوش ورانا رايحين. راهم كل سمانه يوعدوا فينا باش يجيبونا نورمالمون الباطيمات هذو، حنا ماناش كونتر الناس هذو اللي جابوهم، وانما حنا عندنا الاولويه عليهم، وحنايا رانا في 48 عائله، ماشي حاجه اللي كبيره ولا يتعطل. تقديم طعون والانتظار هو الحل في ظل اقصاء هؤلاء من السكن، ليبقى تخوفهم الاكبر من نتائج دراسه الطعون هاجسا يضاف الى قصه المواطن مع السكن.